يقدم لكم هذا البرنامج برعاية فيليبس. أنتم الآن مع برنامج هذه حياتي. هذه حياتي. هذه هي حياتي نحكيها على الشروق تي في، على الشروق تي في، أسراري وذكرياتي نرويها. ما توفيق سيسا ما في، ما توفيق سيسا ما في. هذه هي حياتي نحكيها على الشروق تي في، على الشروق تي في، أسراري وذكرياتي نرويها. ما توفيق سيسا ما في، ما توفيق سيسا ما في. هذاك فنان يغني، هذاك فنان الكرة، زيد الفن السابعة معاكم بالصوت والصورة. هذه هي حياتي نحكيها على الشروق تي في، على الشروق تي في، أسراري وذكرياتي نرويها. ما توفيق سيسا ما في، ما توفيق سيسا ما في. فنان يغني، هذاك فنون الكرة، زيد الفن السابعة معاكم بالصوت والصورة. هذه هي حياتي نحكيها على الشروق تي في، على الشروق تي في، أسراري وذكرياتي نرويها. ما توفيق سيسا ما في، ما توفيق سيسا ما في. وهذه هي حياتي. أرجو الخير.
مرة تطلع في السنة ولا في الشهر ولا بسألة ساعة مرتين في السمانة بكري كوك كنت قبل ما عندي الدار كنت نروح نروح صباح وجي العشية ومن بعد ملي خدمت الدار عدت نروح طونزون طرح هكا ونقعد يعني ثلاثة أيام ربعة ونهبط ولا يا حواري مستر برام أثنك أتبردين الدار عندك في مستر عايش الناس تماك ولا ايه كاين الناس تماك كاين عائلات دار الرحمة دار الرحمة قايشين فيها دار الرحمة دار عبر سبيل اللي جاء قال روح عندي يمين اللي يعني جاء يعقب شحن ربحهم الدنيا هذه صح صالحين ويا ديوان صالحين ويا ديوان صالحين على ربي متوكلين وكان ما كانتش لو بوت تاع هذه عين والساره هذه دار هذه ما عبليش واش كنت ندير كنت نهبل باسكو عمرت لي وقتي صح قسم بالله عمرت لي وقتي هاني نروح نقول دي فون نقول لو كان ما عنديش والساره واش راني ندير واش راني ندير صح واش راني ندير نروح نغني نجي نرقد الأقل واحد يدير حاجة صح في صح حياته ويتلها بيها والبرة ما شفتوش من حيز وحنا مزوجين حيد التبكة قمحويسين والكاروات مقصرين والفرانات مقطعين في كاشي حايد بأخدي نركبها والله ما نخاف واحد العام جبت واحد الماسو يخدم لي بني لي في الكاراجات ما نوانا بني في الكاراجات جاب زاد جاب هذاك الماسو جاب لي ماسو واحد أخر قلت له زرب لي في الدار خدم لي الدار هبدا المصود هكا هو يخدم يعوج منه وانا نقولو ريب ويزيد يخدم منه يعوجها واحد النهار جبتو درت له حاله لهذاك الشيء اللي جابو قلت له هذه خدمه هذه هاك تشوف يخدمها من يعوجها من يا ولدي قال لي انت ما راح تسكنيها ما والو يعيا ساكنها الحمام يعيا ساكنها الحمام صح والله يقول سما نخدم مفروض لقيت روحي نضرب في الحوت وينك يا خويا المسعود البروسي تصلي بينا وين تروح نروح معاك البوليسي منه فينا الحاسدين ما عنديش حق المصوت واخويا ديما مصوت قد وشوفوا قعداك البوط وبريحه هذه اخي والله تاعك في مساره لمن تصلح يا مينا مش من الارض تاع في الفلاحه لمن تصلح للوز للكاوكاو للكيوي للمانغ كلش تصلح لهم كاع تصلح لوين تصلح لوين البنان ينوض كلش كلش ينوض كلش ينوض كان والو ما تنوض والو غرست شويه زيتون وبعد مصلحش ماشي مصلحش العساس مسقاش العساس مسقاش وانا ما نروحش كي يكون شويه سخون الحال ما نروحش دائما هذه قبل ما ندير الدار كان غير العساس يخليه خلاه مات باتو شحال كانت الشجره هكذاك كنت غارصه قريب خمس قطارات تاع زيتون خمس قطارات خمسه هي كاع كاع ماتوا تعبنا بطل والبروبليم تاع الماء لقيتي له حل الماء الماء الفوراج لو الملح ومن بعد زدت عاودت انا نطخ فوراج زدت جربت حظي قلت بالك العلم شويه وربي شويه شويه قلت بالك ربي نغيضو البلاصه اللي نعاود نحفر فيها بالك نلقى حلو زدت عاودت لا ميم شوز لقيتو تاني مالح مالح بس هدوكا كاين كاين لي ماشين هدوك تاع هدوك تاع دي سيلمون تاع تحلية انت ودرامك هيا هواريو مستر برام ثانك يو فيري ماتش هيا هواريو مستر برام ثانك يو فيري ماتش وي وي نو نو هبي هبي مسعود اخويا هي السعلية يا الثرثار وراكي درتي للمرارة يا مناش دي عشكار وبدو شوفو رابني ما بياش طوموبيل ويا كضيت بالقليل عرفتك راجل قليل وكل يوم نديرو التاويلة يا قلع لي يا الفلارة حطي على شعرك نوارة وانت يا زينة ومسرارة طبخ عم بيت توفيق الارض عم بيت كي شغل واحد لي والفها اسم لك بالله انجي غي واحد مولاي نعم دوك انا لي راني حداش نسمع قريب 2000 2004
شريتها في 2003 شريتها في 2003 شوف كانت ارض قاحله هاك رحت معايا ديجا كي كانت ما فيها والو رحنا في بليزيور فوا واش نروحو نديرو شوفوا فيها نروحو نشوفو ندورو فيها شوي ونجيو نروحو بعد مع هذيك الوقت بديت نوالفها ولات نحس هاك شغل واحد مولادي لازم نروح نطل وما فيها والو ومن بعدنا بربي شويه بديت وليت نخدم بريكولي هكا درت هذوك الكراجات خدمهم لي بالحجره خدمه مكان مكان شويه سورتو واحد اللي ما يعرفش المهنه تاعو قلت له علاش ما درتيش ناس تماك اللي يعرفوا كثير بصح ما كانش الناس صافيين اللي يحب يعاونك من قلبه غير ما دابهم اللي يجي يحب يحطمك يقول لك مرأة وجات هنايا وخاصة يقول لك زعما شابة يمينة جات هنا وعندها الدراهم وجات زيت تدي الدراهم تاع الجلفة ايه خلصت لهم البنك جات يقول لك سناي عندها الدراهم سنن حولها اعطي ند نصيب يدو يقول لي زب يدو كاملة ومن بعد كان عندي مشكل ثاني خي عم بالك كان مشكل في الأرض مشكل الأرض في الشياع ثاني جريت داروا دي تونيل يجوزوا وقيل في هذاك الجبل اللي هم فاصلينا تعود منا المدية عندك 45 دقيقة هاو البلان تاع الطريق جديدة. طريق جديدة نورمالمون 18 شهر تكون واجدة عندك منا المدية عندك 45 دقيقة تفاصل دوك تشوفوا الطريق كاملة راهم يخدموا فيها راهم يخدموا راهي هاد الطريق كاملة راهي اون ترافو هذه ثانيك تبع الطريق هي تبع الطريق هذه كانت مزارع منا كانوا السكان هنا هم عطاوهم سكنات و وعد له الطريق شو هنا ثاني كدروا هذو ملاح للسياحة هذه كانت ثاني كان ما فيها والو هذه البلاصة والناس كامل تجي هنا يجي يريحوا هنايا بعد كي شافوا البلاصة عجبتهم داروا لهم هذا مليح لو كانوا هذوك البلاصة يخدموها داروا لهم هكا بصح ما شفتش لا سيركيلاسيون نهار الخميس ولا الجمعة والعشية هذه تتملى ما عندكش منين تفوت على هذه اللي بغاوها الطريق تبقى سياحية سياحية صح شوف منظر هاي عم بكلو كما نشوفش هاد البلاصة يا لو كان مرة في الشهر تقلقي نفد كون نصيب ديما طالعة هابطة منك والفت هاد الطريق شوف هذاك المنظر شوف هذيك البيئة هذيك المطعم هذا مطعم نقول لك سيرتو في ليفير في الشتاء حطها هذا الطريق سيرتو مع الثلج مع الشتاء مع رايع كنت قادرة نعيش في الخارج وكاين مناظر ثاني أحسن من هكا بصح الله غالب واحد يحب بلادو عظيم ساكن في بلادو يعيش في بلادو وتمنيت ندير حاجة مليحة في بلادي باش على الأقل تفخر بيا البلاد فنانة وفلاحة وفلاحة حوست ما نقولكش كل العالم حوست بزاف من دول عربية وأجنبية وكنت قادرة نعيش في بلاصة من هذو اخترت بلادي قدرش نروح للغربة ولادي صحوا مام هما ما نتمنى لهم شي يعيشوا طول حياتهم في الغربة نتمنى تاني هما تاني يديروا مستقبلهم ويعودوا يرجعوا لبلادهم إن شاء الله
ويكذب عليك يقول لك بلاد الناس خير من بلادي. مهما وش عندك تبقى ديما غريب، ديما ان اتخانجي، ديما تبقى ما تعيش كما يعيشوا ولاد بلادها، بلاد هذيك امبوسيبل. مهما عندك وش عندك تبقى ديما. يمينة ولادك ملي راحوا عاودوا رجعوا ما جاوش كاع؟ لا ما لا، لا عندي زوج تاع فرنسا يجيو ويروحوا، عندي البنات الكبار هما اختاروا الغربة، اختاروا الغربة راحوا ما رجعوش. هاك البرواقية قبل 10 سنين ما كانتش هكذا، كانت فارغة خلاص، بقى هم بناو هاك تشوف سنين دي بدأت تعمر. قادر المدية بالوقت بالوقت توصل للبرواقية؟ كاين تاني نوفيل فيلا قريبة مور البرواقية، عم يديروا في نوفيل فيلا. هي كاين اي نوفيل فيلا صح، من قبل البرواقية ما كانش هك، سيتي اون فيل تريست ما فيها والو. لا ما كان والو هنا، ما كان والو، ومع كاين سجن هنا تاع البرواقية. نحاول والله ما نكذب عليك، شغل الناس تخاف البرواقية من الحبس تاعها، سنه مقرونه بالسجن. فوالا من قبل 10 سنين هادو كانوا ما كانش خلاص. كانوا ديار شويه هنا هذه الجهه، وهذا السوق الاسبوعي تاعهم هنا مرشي و... هنا السوق الاسبوعي تاع البرواقية، هاي السوق تاع وقيلة تاع الخضر، انا عمري ما دخلت شو انا نفوت عليه برك. هذه سموها عين سبع. عين سبع، عين سبع هنا هي وين يمينة درتي اكسيدون؟ هنا في هذا الطريق هذه بالك بقاو لي واحد 20 كيلومتر على الدار. هذه شركة اللي راهي قريبة لينا هنا يعمل سناكس. شوف انا جاية حكمة هذا الطريق، انتي رايحة هكذا؟ انا رايحة كيما رانا دركا. ايوه، واحد خرج معايا لهيها جا من الفيراج وباش يدخل لهنا للشركة هذه، هاي وندير تلاكسيدون. أيوه. انا هربت له هنا في لابيست هذه. أيوه. ها مازال السجاج تاع الطوموبيل، هربت له هنا وهو جا معايا حتى لهي. ها؟ جا وليو لي يحبس باه يدخل الشركة، جا طول قطع الطريق. ثم دار كليني طول والو والو، جا داخل طول. بعد كسرت الاكسيدون انت تماك جاك حسيتي الشوك ثم ولا؟ انا عم بالي روحي مت، دخلت فيه. دخلت فيك فاصا فاص ولا دخلت؟ ماشي فاصا فاص، انا دخلت له هنا في الكوتي هذا روا قسم لي الطريق هكا، ومن بعد داوني المستشفى تاع قصر البخاري، ومن قصر البخاري داوني المدية. هذه عندها قريب 6 شهور ومازالك هكذا، وبقيت مكسره وباش ندير البلاطخ قعدت نقاسي ديما مريضه من نهار درت العام درت لاكسيدون وانا كل شيء وجعني. درت
قالوا لي لازمك ديري بلاطخ، وانا كنت كما تعرفت واحد يستهزأ نقول دوك نرتاح دوك نرتاح دوك نرتاح افيك لو طون دوك تاعي. فينالمون بدات تيدي السطر بزاف، حتى ما نقدرش نهز ليها تفشل عليا. داك لوبيتال هذاك كنت فاطنة نورمال؟ لا كنت فاطنة، بقيت قريب ساعة ولا في الأرض. باش جاو داون؟ باش جاو داون وأنا مطايشة. صح الشعب حبس، الإسعاف طول شوية باه جا. الحق قاموا بيا. يمكنك قلي هذه وهذه أو هذه بالطريقة نفسها التي تخبزين فيها هذه وهذه أو هذه تماماً بعد الانتهاء من شواء هذه وهذه أو هذه. فيليبس إير فراير، أفضل مذاق للطعام من دون الزيت. ابتكار وأنت فيليبس. دوك السمارة عندك يومين من اللي درتي العملية؟ عندي يومين، داروا لي اون غريف دو سكافويد، نحاولي طرف ضم من الباسان، وداروا لي في اليد، وداروا لي دو بتي بروش هكا باش تشدوا هذيك الكسر هذاك. ان شاء الله على 45 يوم باش ينحوا لي البلاطخ ان شاء الله. كيما قلت راني بلي دولور، وباش على توفيق يعني تالمون زن عليا شحال من مره وتوفيق ماشي براني سما قريب كيما ولدي، وكل مره يقول لي وقتاش نجي وقتاش نجي. لما عطيتو الموعد باش نديرو هاد الحصه درت العمليه، جات العمليه ما كملتيش شديتي في كلمتك، شديت في كلمتي وما حرمتكمش وما حرمتوش من. لا ربي يحفظك، صح انت صح مشيتي معنا قلت لي تال جور ما في لوبيراسيون ما كنتي شاده. اقسم بالله راني بواحد السطر ما انكرويابل، وراني شاده على جلد جمهوري وعلى جلد حبابي والناس اللي يحبوا يشوفوني ان شاء الله. وراني درت معكم هذا السفر و... لا يعطيك الصحه و... رياك بور فو ساتيسفير. ربي يحفظك ان شاء الله. ويمينا ما يشملكها، ملك شعبها ملك محبيها و... الحمد لله راني دوك الحمد لله نطلب الحمد لله الحمد والشكر لربي اللي وصلني. وهذه المزرعه راني مديرتها بوكو بلوس، راني معيشه عائلات فيها، عائلات فيها، عندي عساسين وعندي ناس عايشين معايا في المزرعه. عملتها لهم شغل ليهم، انا نجي نبدل جو عندهم مالغي اللي مازال ما كملت لهاش الخدمه. راهي راح نشوفوها باللي مازالت راهي في طور الانجاز انكور. بصح كي نجي نصيب راحتي ونبدل جو مع هاد الناس الفقراء اللي راهم عندي، راني دايرت لهم شهريه عايشين معايا، ونخلص فيهم من دراهم الغناء اللي نروح نغني بهم ونجي، ما عنديش مدخول واحد اخر، راني نغني كي نجي نخلص هاد العائلات الضعيفه دي اللي معايا مقاويتهم. حتى هما كاين شباب اللي بلا سكن، كاين عائلات عندهم اولاد وعندهم الحمد لله. راني هذا مكان باش نحوس ندير دراهم كبار باش نعيش لا بيل في ونولي ملياردير ونولي من الاحسن. نطلب ربي غير الستره برك، خاطر بالك لو كان يعودوا درهم عندي بزاف نتبدل ما لا نجهل ما لا جو بريفير نقعد بسيطه هكذا، وعندي منين ناكل منين نشرب منين نلبس فيها بركه. هذيك شنو يخدمون هيك؟ هذه المدينه الجديده البوكزول. هذيك شنو؟ ها هذاك سيتان سياج تاع شركه كوريه اللي تبني له، هاي لو سياج تاعهم هم يبنيو فيه هنا بربي ان شاء الله. يقولك كي فاي افوار دي غرات سييل هنا، مطار كبير. حبك في قلبي هاي ماما، حبك في قلبي هاي يا هذه البحيره اللي من على لا دروات تاعنا، سي ان غران لاك. فيه كيفاه ان بور دو بليزانس، مع الناس يعودوا يجيو هادو تاع المناطق منا يجوا حتى يصيدوا ولا يحوسوا.
هذه المدينه راح تولي اكبر اكبر مدينه جديده في مستوى يعني الوطن. يكون مطار كيما يقولوا، انا ما شفتش مطار دبي بصح يقولوا راح يديروا مطار كيما تاع دبي هنا. وفي البلان هي دايرين المطار هذا في لي بلان هذا في البلان هذا كل التصميم تاع المدينه، هذا تصميم تاع المدينه بالك من بعد حتى حبسوا تشوفوا تشوفوا لا ماكات تاع لا فيل كيفاش تولي. هي كانت من قبل راح يديروها عاصمة عاصمة ما قلت سياسية سياسية ومن بعد سياسية والإدارية سياسية والإدارية والجزائر تبقى الاقتصادية. فوالا هذه الأرض اللي شريتها يا توفيق أرض مالحة يعني ما تجيبش الفلاحة، ما تقدر دير تربية مواشي. احنا جينا لبوق الزول، هذا بوق الزول هذه اسمه لانسيان فيلاج، لانسيان فيلاج هذا تاع بوق الزول، والمدينة الجديدة خليناها ورانا. هذا بوق الزول راهم بداو ديجا، كانت مدينة ما فيها ماشي مدينة، هي كانت شغل كانت فيها زوز سكاني ان فيلاج ان بتي فيلاج، كانوا فيها غير السكان الاصليين تاعها اللي في بوق الزول. ومن بعد راهم دخلوا جوها ناس من غردايا، جو من الشرق، جو من القبائل، جو كامل راهم عاملين تجاره هنا. هي بدات تعمر وبناو فيها عمارات جدد دوك تشوفوهم. امين هما وصلنا وصلنا هاي ولايه الجلفات. رحب بيكم. كاين الجمال هنا كاين هو هاد الايامات. انا ما كنتش ما جيتش في رمضان، جا هذا السيد هذا جاب الابل كيما نقولوا، جابوا الابل تاعهم وهاو يبيع حليب الناقه هنا، يصرح بهم لهنا ويبيع حليب الناقه. يقولوا مليح للسكر ولا والله ما على بالي انتو كي يقولوا دواء دواء. راهم يجيو هنا العشيه الناس يشريوا عليه الحليب، هم يديو الحليب تاع الناقة هاي. وهذا دوك تاع يلقى أرض هكذا يحط فيها والله. جا يلقى أرض حط أرض ربي وعلى أرض ربي. إيه أرض ربي. هاو يسرح يسرح بهم وهاو يبيع في الحليب تاع الناقة. هاي ناقة وحدها ليه.
هذا بالمنطقة هذه اللي فيها هذا الإبل قريبة لي أنا. هاي داري هون فاس لينا تكون وصلوا تشوفوها. نقولوا شحال راك تجي الحوش؟ الحوش شحال مرة راك تجي لهنا في السمانة؟ ساعات كي نجي نطول نقعد ثلاث ايام ربعة سمانة ونروح لدزاير كي تكون عندي خدمة في دزاير. كي تعود ما عنديش نجي لهنا نريح. نريح عندي لهنا الونس عندي خدامين لهنا نقعد معاهم نتونس معاهم ماشي كيما في دزاير كي غابوا ولادي ما نقدرش نقعد وحدي لهي. نجي هنايا يعني قاعدة معاهم ندير لي بلا تراديسيونيل تاعنا ندير تما نلقى راحتي. هنا عندك الوقت باش ديري هي. كل حاجة هنا نلقى راحتي ندير واش حبيت ولا كيعودوا الخدامين اللي راهم يكملوا لي في الدار هاني معاهم. عندي نساء تاع الخدامين تونس بيهم اي سما نساهم يجيو يجمعوا اي نساهم يجيو معايا يجيو عندهم وليداتهم صغار يجيو اللي والف هاد المعيشة والله ما يقدر يعيش في العاصمة. انت خلاص والفت اللي والفت 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 لو كالم ولي هم اللي يروح لعبد الهي هو في الطوموبيل تروح تقضي شغل ما تدخلش نهار كامل لا سيركولاسيون تتقلق ودوكا ماشي نقول اني كبرت مي عدت ما نحملش بزاف الضجة تاع لافيل تفضل يدين مع لاصون هي مع لاصون عدت نحب نحوس على الكالم نحوس الريح نحوس وملي زد درت هذاك الاكسيدون هذه اثرت عليا شويه وصحيا يعني عدت ما نقدرش لا انا كي نجي على الاقل يرفضوني شويه النساء هنا الخدامين كلي ولادي لا لا هم داير لك طريق تاع الرايه هاي هنا داروا هذيك الطريق ماشي جديده هاي تدي تاع الشرغر هذه تحبس في تيسمسيلت من حتى تيسمسيلت ما حبليش الا يزيدوا يكملوا من تيسمسيلت من تيسمسيلت منين تجي هذه تجي من الشرق تجي من قسنطينه حتى لتيسمسيلت تجي من قسنطينه لتيسمسيلت ومن بعد ما على باليش الا يكملوها للغرب ما على باليش كما نسمع من عند العمال تاع الشركه هكا نسقسيهم ساعات نقول لهم وين عادوا وين وصلتوا وين راح توصل هذا يا اخي يقول لك لا كيوريوزيتي تاع فيلان ديفو بصح احنا العرب ماهليش نحبوا نبحثوا وين قال لك راح تحبس؟ تيسمسيلت قلت لك قال لك تحبس تيسمسيلت اي تيسمسيلت جيت للدوارة توفيق انا في الدوارة قدام نسمع وانت تقول لي ها نجي نصوروا نجي نصوروا نقول لك يا ولدي اصبر اصبر يا اصبر على الاقل كي يشوفوا الناس الفيلمه ما يضحكوش عليا يقولوا دارت فيلمه تاع الحلم هاك جبتها هي مازلت ما وجدتش وانت جيت نجو احنا هكذا نكملوا اطوار تاع الانجاز احنا نتبعوا اطوار الانجاز وجابني كون غير مرتاحه مريضه هي تقدرت انا هدرت معك كنت صحيحه درتي اكسيدون والله جاي حوس على الفيرما تاع يمينة وانا نقول هما كاين والو اولادي وراهم النعجات تاع يمينة بصح انا من بعد نصور النعجات راك تخبي فيهم بصح انا نصورهم نخبيهم ما نخبيش عليا سوا نخبي العين بزاف اخويا ديجا ما خلاتش فيا بصح انا نصورهم ديجا نشتهم ما نشتهم ما درت والو ما هذه هي هاي الدار من هي هنا انت برك اللي بانيه بالقرمود الناس ما ديرش القرمود لا ما يديروش هما يقول لك عندهم واحد كيما نقولوا احنا في قسنطينه معلقين الطيره الطيره في القرمود ايه معلقين الطيره يقول لك احنا ما نسقموش ديار من برا تجيب لنا العين سما يخدموها من داخل الدار يخدم من دار من داخل يسقمها ومن برا تقعد قربي
يقول لك باش ما يعينونيش. يا نيني ما خلاني عرسو بالعودة بالعودة الله لا تنبعلو عادة من خاف عليك خمسة والخبيس عليك. هادو من يخلصون من كي نروح نغني ونجي خلصي مرة كما نغني كما نغنيش ما يخلصوش يقولوا صبروا العرس قلوا في الصيف في الصيف يتفرهدوا في الشتاء يسفروا معايا سنو ما كاش الدراهم في الشتاء في الشتاء نخبزوا كسرة ونديروا شوية لكان كاين البن كاين لما كان شوية زيت زيتون وناكلوا كسرة ونريحوا فرانكيل سنو يوصل الصيف هو غير يبدأ الربيع نبدأ نتفتحوا كي الوردة ان شاء الله يكون الخير دايما ان شاء الله ان شاء الله ما ادريش الخير منين يجي في ولادك وبناتك واش كل اللي هكذا قريب ليك بزاف هكذا وتفاهمي معاه يا ولدي قلت حاجه سي طير صبع من يدك لا تقدر صح كاين اللي تفاهمي معاه امبوسيبل ما نقدرش حتى لو كان كاين ما نقدرش نقولها باش ما نجرحش ولادي ولادي كل كيف كيف كي الطفله كي الطفل كيف كيف ولادي كل عزاز عليا هاني نقول لك أميرة أميرة هي الكبيرة هي كانت تمشي معك بزاف هي نقول لك بالك نقول لك أميرة هي الكبيرة وحليت عيني فيها باسكو كنت صغيرة كي جبتها ومن بعد نقولوا مريم مريم ثاني ومن بعد زيد يجي غلام غلام لو كان يخطيني وليدي ثاني هو يمشي بيا هو اللي يونسني هو اللي قاعد معايا ومن بعد يقول لي الاخر امير امير نقول ثاني مسكين ما عندوش الزهر ويا رايحه امبوسيبل نقول كاين واحد خير من واحد كي تلحقي رايان واش تقولي؟ رايان هي الصغيره واش بيك؟ هي اخر العنقود صغيره وتقرا مسكينه وتعذب باش شغل ما بو مو ساتيسفير هي نهار الاول دارت تحب تدير سينيماتوغرافي كي راحت لفرنسا بدات تقرا لقيتهم شغل فايتينها بزاف حوايج علاش فايتينها باسكو هما السينما يقراوها في الليسي تاني ماشي حتى يوصلوا للجامعه دونك لقيتهم قرات عام سينما ودركا راهي ولات دير راحت هيستواخ أولا سبقنا السلام عليكم نبداوها منا السلام عليكم أهلا واش راكم السلام عليكم السلام ورحمة الله واش راكم لاباس أهلا لاباس أهلا محمد أهلا واش راك واش راك أولا من عاود لاباس واش راك صباح بخير واش راكم لاباس راكم ملاح لاباس هذا محمد خدام هنا عندي وهذا الأخضر الاخضر ثاني خدام هنا هو وزوجته ايوه وهذا بالقاسم خويا وهو اللي شجعني على هذه البلاصه هذه اسمع له هنا ملي هو اللي جابني هنا وهذا عبد القادر وليده ولد سي تاني تيوديو دالا ليسونس تاعو العام هذا ويعزف شويه موسيقى دوكا تشوفوا جوزو مرحبا بكم يمينة هذه التيران تاعك لهنا وين راه هذه من نحت لهذيك البوطو البيض هذا ايوه هذا كامل وتروح هكا حتى انت لي باين بوطو من هي الفوق خلاص ايوه اسمها هذا ثاني تاع كلش هذا كل مام هذا وما ايوه هذه الدار تاع الاخضر مازال ما كملناهالوش راه مستكيو لك فيها مازال انا نخدموا فيها دونك اني مدي فيها اني ديبانيتو هنا عندي حتى اللي وجدتوش الدار شحال عندهم بياسه تماك درت له ان لوفت اون كويزين ستيل امريكان ستيل امريكان بعد كي توجد روحوا زيدوا تشوفوها نجو نجو ان شاء الله وسيد القاسم سيد القاسم هو اللي منظم الحاله له القاسم هو اللي منظم هو شجعتها بها تجي لهنا هذا خويا هو يقول لكم واش دار باش جابني اي والله لا من بعد هذيك باقي نحكوا عليها لداخل هايا خلاص ندخلوا لو كان هنا راح نشوفوا احنا الدار الدويره من الداخل كيفاش دايره هايا جوزو مرحبا بهم S'il faut s'occuper du linge de toute la famille, chaque seconde compte. Avec la gamme Perfect Care, Philips révolutionne le repassage.
aucun réglage de température. Une vapeur puissante pour un repassage parfait sur tous les tissus sans jamais les brûler. Le meilleur des repassages, sans aucun réglage. Philips, la marque de repassage numéro 1 dans le monde. Innovation and you, Philips. مرحبا بيك. واش راكي؟ لاباس؟ واش راكي؟ خير وانت؟ مليحه؟ راني لاباس. ريحتي شويه؟ الحمد لله. السلام عليكم. انا مشاكي صافا لاباس. صافا لاباس. مليح يا منى. واش راكم صافا انتم؟ لاباس. صحة لاباس. عمال بسلامة. واش راكي شويه؟ لاباس. خير الحمد لله. واش راكي مدايرة؟ صافا الحمد لله. أنا خليتك وحدك هذه المرة. هذه يا حبيبتك. هذه هي حبيبتي. هذه حبيبتي وأختي وكلش. وهذا الزوج تاعها ومنها. هذا وليدي. هذا وليدك أنا عرفناه. صافا شوية لاباس. لاباس. لا نعم كي تجي من هنا ما لا تزول. كل واحد يرمي. ساعات صافا مالا يجوك لهنا أون فامي. يجيو الدنيا. كي تعود هنا لا فامي. يولي واحد الزهوت ولي واحد لامبيونس هايله. كنت ما تروحش منا. ايوا مالا هي الدويره اللي نضلوا نحكوا عليها ولا لقيت ما تنوضش على بالك. ايه نعم والو والو هذا بزاف خيكا خيكا خيكا. هذه هي الدويره اللي هنا مازال يومنا كي تجي لهنا انتم اللي طيبوا. الله يرضي طيب نطيبوا في زوج نطيبوا نطيبوا هي اللي بلا اللي بلا تاع الشرق وحنا نديروها اللي بلا تاع الله 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 هذه طيبوا مع بعض. هذه الدويره ماشي كامله على كاكم تشوفوا مازال لي نخافوا يعني نددش بشويه. ايوا نشوفوا معليش نضربوا الضرافه. هذه لاكي زين نبداو من الصاله نبداو بالمطبخ يا اخي احنا نسى نحبوا الكوزينه. ايوا هذا المطبخ مطبخ الصح كما قلتي هو الصح. هو الصح. حنا كي نجيو لك لو كان ما عندكش المطبخ ما نجوش يا مينا. ماكش منها. يولي عندك. يعني علاش نديرو المطبخ برا ونطيبو برا ونروحو بلانير. والله بلانير. هذه لا كويزين مازال يعني نخافو. ايوا. حنا نديرو في في الفطور. الفطور. ايوا. وهذا زعما الصالون تاع قاعد. شغل اون سالا مانجي. منها قعد منها اخي حنا ننسى نحبوا نقعدوا في الكوزينه نبنيو شاطو نبنيو شاطو نقعدوا في الكوزينه. هذه لا كوزين. هذه لا شيميني بيانتو ان شاء الله في الايفاك مازال ما كملناهاش. هذه نعودوا نطيبوا هنا بالحطب. هذه نولي نطيبوا بالحطب لهنا. سما كسره تاع الحطب. كسره تاع الحطب. واش حبيت نديروا هنايا مازال في الايفاك. تعرفي انت داجني يا مينا اها راحت يدي به نعجن. لا لا وكي تبرا عجنت بكري صايب تعجن تعرف تعجن تعجن بيان سور. هذا لون طيب مليح يا مينا. طيب مليح طيب دي بلا هايلين. هذا كيما نقولوا وسط الهول تاعك. الهول تاع هذه من شعر ثاني ثاني. هذه تاع الاولاد يسمى تاع اللي جاي يرقد فيها دار في الدوار اللي جاي يرقد عندنا حاجه هنا. هذه شامبر احنا هاك شت مازال ما كملناش لي بلاكار هذا الديكور هذا شت هذا من بعد نحكي لك حكايته. لا واش حكايته؟ من بعد نحكي لك. هذه عنده حكايه كبيره من بعد. هذه زعما الشومبرا تاعي. هذه الشومبرا تاعك. كي نجي نريح هنا. هذه تاع المعلمة. ريح برك ماشي. هذه الشومبرا تاع نونو الثامن. نونو تاع مريومة. خلاتو لك هنا وراحت. هي خلاولي. اللي طلعت تشمي ريحتها. يا خلاولي القط. عندي القط تاعهم ما بانش اليوم خاف وقيلة من عف وين راهي. راه مخبي بالك. ايه. هذا تاع مريومة. ايوه. وهذا تاع أميرة. ايوه. هذا تاع أميرة. هذا تاع ريان. تاع ريان هاني حاطه غير لي سوفينير تاع ديك ريان تاع البنات. كل حاجه تفكرك بواحد وحداوي. اي والله الله يبارك يا مينا. دوكا هنايا الصالون هنايا السانتي انتي تضربي عليه والله السانتي. انا ما نعرفش نعزف. كاين عبد القادر ساعه ساعه يجي نعودو هنا. عبد القادر نقول لك حاجه السانتي اللي هنا ويا مينا هنايا ليه قلنا بوحدة يا مينا؟ راح تراش أروح من البصمة.
عبد القادر مازال هاوي بالك تقول له راه مازال دوك نشوفوا غير نحكموا عليه يعني راه جبنا الفلايزة كل حاجة بزواجة يا أبوكي نور أروحي منها عندي يا أمين أروحي منها تستعمليه أروحي معها تستعمليه هذا راه ماهوش هاوي خلاص هذا خلاص المره الجايه حفله الكاله الجايه لازم نشوفوه معاك هاوي روحوا معنا الصالون روحوا نكملوا معنا نقعدوا هنا دوك نقعدوا هنا خا بغيت نشاوروا ندخلوا للصالون مرحبا جوزو هيا 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 هنا وين يا منى هنا راكب ديكورات قد حالنا قد حالك هذه لا شيميني من بعد هذه ما تقعدش هنا راح تطلع حطها هنا باش نقعدوا هنا والشميني الشميني والحاله صرتوا مع الشتاء والحاله لا طابل ماشي بلاصتها هنايا هذه نورمالمون بتي صالون هنايا ايوا خاطر كيعود الحطب شاعل يجيك النوم تاع ترقد ايوا صح 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 ترقد تولي فيها ترقد هذه هي اي والله وهاد لا ديكوراسيون هذه دوك نحكوا عليها هذيك من بعد راكي مريضه عيانه وراكي تفجعي دوك نريحوا وحكينا على الديكوراسيون طولنا باش نقعدوا هاي هاي راح نقعدوا هاي صح الديكوراسيون صوال حد تفضلوا نروح مع السيد القاسم جوزو مرحبا 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 جوزو أنا جوزي بسم الله انا في دويرتي يا مينا مرحبا بكم هما مالفين انت يا اللي جيتنا اليوم بسم الله اللي مرحبا انت لي مرحبا بك هي تسمى دارهم راهي دارهم هو والله ايوا انا جيتهم اليوم من الجزائر
سمع أنا قاعد ضيف اليوم. أنا ضيف عندهم. الله يبارك. ويومين هذه كي بنات أنتم كنتوا لهنا في البريود اللي بنات. وي وي كنا هنا يا وكانت بنات الدار الأولى. أيوة. كان لا كان دار قبلها. دار وفوسي ولها خرجت فوسي كار. عاود جا كامل. هبطتها كاع. ريبتها. ريبتها. أيوة. وعاودت بنات. بصح لا دوزيام فوا كي بدات تبلي هي اللي دخلت الماصل كتعاونو هي اللي تراسيلو هي اللي تخدم معاه بالهذاك الطالوشا ولا كتبي الكومبينيزون هذا وي وي كنت دير الكاسك هذاك ولا خساره ما صورتش روحي كنت نخدم عم بالك هنا الشتاء في الشتاء هنا ما تقدرش توقف الريح يطير والبرد وحنا وحنا مع لي طاب ما جات تولي هكذا دار واش سفريت سمعتي لي بتيكا وعاودتي من جديد ايه الماسون اللي كان يخدم يخدم بلا بلون هذا هذا الدار بنيتها بلا بلون خلي الجمهور يضحك على روحه انا تراسيت هذا البلون البلون تاع الدار انا اللي درته اعطيته برك كيفاش يبني هو يبني من راسه ويبني ما يعرف لا ما يطرى لا كي لا والو يبني برك وخلاص يحط غير البريك هذه هي هذه كملت الدار لقيناها ديجا مازالها مازال تبان شويه فوسيكير من حين لو ميغ هذا وهاد لو ميغ عاودنا ريبناهم وفينيناها كيما هاك بالطوال بلافون بعد عاودنا نحيناها عاودنا كلش عاودنا لها لي سانتور لي بوتو عاودنا كلش من جديد شغل عاودنا اون اوتر ميزون من جديد وهاد الديكور وهذوك واش كل يخدم ديكور هذا راك تشوف فيه هي اللي دارته وحدها هي الماسون هي وحدها تخمم وحدها هي وخدمتها وحدها هذا كاع خدمته وحدها كاع لو تور هذا واش تشوفوا كامل هذا لو ديكور هذا اللي في الحيوط كامل انا اللي درته وتجي وعندك لا باسيونس تقدر تخدم تخدم نجي نخدم وحاجه كي تحبها ياك تمد عمرك كامل عليها خلط السيما نخلط كلش كاينو دي جون لي دوس طاف لي دوس كاين دي جون ماشي غير وحدي كاين معايا كما نقولوا هادو بالعربيه تاعنا المونيفري اللي يجيب المونيفري اللي يخلطوا انا غير متحف نجيب كاين واحد الدراري واحد طفيل اسمه العيد من والساره ومحمد هذاك الطفيل اللي شفتوه اللي يخدم هنا هذاك ثاني عاونوني هما اللي خدمنا انا وياهم هما يديروا لي يديروا لي التعب هذاك الكبير هما يوجدوا يحضروا لي كما نقولوا الخلطه الخلطه اللي يديروا الكوزين راسي ديمول ديمول خدمتهم يوجدوا لي الخلطه وانا وانا نتحفل خدمتهم وحدها لي هذا خدمتهم وحدها وحدي هي وانت كش ما كنتي نضاري تخلطي في هذا الصالح والله ما درت وجامي جات هكذا جامي سيدي زيد يجيوني دير الخلطه تعلموا الحفافه في روس لي تاما ما انا نخدم في داري صح جات مليحه راهي نحب نعاونها هي تقول لي لا انت نقول له حط كرسي قعد كرسي باكو قعد انا جو كي تولي هي تخدم باغ اكزامبل نقول لها هذاك او هابط ولا طالع ولا سيتو ما نحبش نعييهم ما نحبش نقول لهم منسوني برك نقول لهم منسوني برك وما تعيوش معايا زين ندير لهم سوتيان مورال مباركة تجي مسكينه تعاوني في كلش لو كانت تكملي دوك الحرفه كامل مثل ما تجيش الفلاحه بالك نشوفوك انت عندك اونتربريز وتبني على حسب ما نقدرش يا توفيق واعره خلاص خليتيها الواله عييت هاي 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 كيفاش خلصتها هاني كيفاش كملتها ربي يجيب الشفاء ان شاء الله عندها ثقافه شويه تاع الفلاحه عندها ثقافه درك عندها مع القاسم دائما نحكيو على الفلاحه نحكيو واش كاين واش ما كانش خاطر هو اللي دون دومين تاع الفلاحه اللي تي كادر هنايا في اسمه في القسم الفلاحي تاع مدينه والساره وكان في سيد العجال و ودوكا اللي اون روتريت هو ثاني عنده مزرعه كيما تاعي هو تاني عنده مزرعة بصح ماشي هو اللي قايم وعنده وليد واحد اخر كبير هو اللي يحب كيما انا هما تاني راه مع الفلاحة مع الفلاحة تاني سمعت تعلمتي منهم تعلمت منهم هو هما اللي حبوني في الفلاحة هذه وحبوني في المنطقة هذه هما اللي ورفدت شوية رفدت شوية يعني يمي لا انا نعرفها من بكري تحب الفلاحة اللي كانت جان في كانت دير البولونتاريا تاع لا روسيا غير وناشطه
لا ما شفناش الشجر بزاف، ماكش دايره الشجر. درت غرسنا قريب واحد الخمس قطارات تاع زيتون. ايش الزيتون سانا با دوني باسكو لو تيرا شويه لو تيرا شويه والعساس اللي كنت حطته العساس ما سقاليش ما سقاش ما ديك وهي كانت اصابطون تروح اون تورني تروح ديك كي ترجع تصيب شويه. باسكو ما عنديش ما عنديش حاجه اخرى تخدم عليا ولا باش نعس غير لهنا ونقعد. لو كان ما نروحش نغني ولا ما نروحش ندير لي سبيكتاكل ما نقدر ندير والو هنا. باسكو ما من الدوله ما نهضرها ما عاونوني في حتى حاجه. نخدم افيك مي بروبر مويا، لازمني نروح نغني باش نجي نخلص العساس وباه نشري باه نبني وباش نغرس الشجره وباش لازم هادو كامل انا اللي درتهم ما عاونوني في حتى حاجه. دونك لازمني نغيب. العساس ما قامش بالواجب تاعو ما سقاليش الشجره. جبت درت حبيت ندير لي الفاش تاع لابان، جبت دي لابان من الخارج جبتهم من لا بلجيك. يسموه لو جيون دي فلاندر. لابان جيون دي فلاندر لابان قد الخروف قد الخروف. لو كان يعني كذاك الوقت كاين اللي يقوم به كون راهي حاجه لينا للبلاد ديجا راهي حاجه مليحه. ترون بلاصي قريب ترون بلاصي الخروف الوحده تولي توزن 16 كيلو ولا درتهم لي بروميي طون هاني نروح ونجي كوم كانت الدار في البنيان ما نقدرش نقعد نبات لهنا لازمني نروح للجزائر نجي الصباح نروح العشيه ما نقدرش نتهلا فيهم. ما الخدامين تاني ما تهلاوليش فيهم ماتوا لي ولا ما يعطوهمش الماكله ما يعطوهمش الماء هكاك خسرتهم. وما جيت نجيبهم بالدرع باش ركبوهم لي في الطياره باسكو سي دي رونجور انترديت يطلعوا في الطياره ولا في دونك درت يعني نشكر هذاك لو بيلوت اللي بالدرع باش طلعهم لي في الطياره كوم درتهم في دي كاس يعني مربوطين مغلوقين يعني ما يخرجوش مي كوميم بالدرع باش طلعهم لي في الطياره فينالمون راحوا هكذا خساره كوندور كاراني ما كتبش ربي بون ما نبكيوش نبقاوش نبكاو على الماضي ما نساوش تاني كاينه اون اوتر ارتيست تاني راهي في لاغريكولتور جميلة عراس تاني راهي هنا في سرسو مش بعيدة عليك ماشي بعيدة من سرسو نتمنى تاني هي تزوروها ان شاء الله ان شاء الله وديروا لها تاني حصة باسكو هي تاني راهي تحارب راهي تحارب باش تنجح في الفلاحة. واش راهي دايرة هي الشجر هي داير دارت شجرة دارت شجرة دارت شجرة هي في سرسو هي راهي مشيت لها شوية اي ماشية هي شاطرة هي ماهيش وحدها تاني عندها اللي يعاونها هي كاين اللي يعاونها ماهي شاطرة هي تاني هي من قبل تاني تحب الفلاحه كانت عندها دارها كيما حكات لي كانت عندي داري في عين طايا الجنان تاعها تغرس فيه البطيخ تغرس فيه الخضره وكي طيب هذيك الغله تمدها تصدقها تاني حب برك تاع هاد الفلاحه هذه. ومن بعد كانت ضلت تعيط عليا تقول لي مينا حبيت نشري الارض تما في هذوك لي زونفير. ومن بعد جات هنا سقسات كاين دي جون لي جابوها للسرسو وشرات والله ما كذب عليك قداه نقطار مي تخدم فيه يتخدم فيه ربي ان شاء الله يعاونك شنو نضربوا لهذ وراه ان شاء الله ان شاء الله جي هكذا وانا وياك ومباركه وعبد القاسم نروحوا عندها نزوروها ان شاء الله نزوروها في المزرعه تاعها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نروح المره الجايه شح نلقاوها كيفاش نلقاو الدار هذيك كيفاش راح نلقاوها ان شاء الله المره الجايه تلقاوها خير من هكذا خاطر مازالت ناقصه بزاف حوايج وراح ندير بتيت بيسين برا ما نعرفش نعوم بصح غير باه هو برك والله كي يجي ولاد ولادي بلو طاخ والله حنا نعود نجو صيفو عندك ارواح ومرحبا بكم والله والله نروح على ولاد ولادنا اللي مازال ما جاوش نوجدوها لهم انا ومباركه صح والله نوجدوها لولاد ولادنا يجيو يلعبوا فيها ان شاء الله هذا ما كانوش راح نزيد باش هي ساهله باش دير الفلاحه يا توفيق مباركه وجدت لنا الغداء درت لكم شخشوخه نوضوا نتغداو سنا شخشوخه تاع لا ريجيون نو مش تاع لا ريجيون بوسعاديه بوسعاديه لا ريجيون هنا ما يديروش شخشوخ ما يخدموهاش نو ما يخدموهاش يديروا طعام يديروا طعام السبيسياليتي تاعهم طعام سنا مباركه تعلمت شخشوخه خاطر تعلمتها باسكو في بوسعاده وكنت نسكن في بوسعاده سكنتي تماك سكنت سيزون الله يبارك سنا رفدتي من عندهم شويه فوالا
دوك نذوقوا الماكله تاعك نشوفوا على بنينه ولا ماهيش. ويامين الشخشوخه تاع حضرناها من قبل سما نعرفوا بلي تاع الشخشوخه هو كلا كلش عندي يعني قبل ما يولي منشط في الشروق. توفيق كان صديق بناتي كانوا اصدقاء هما وياه تما. توفيق راهو ولد الدار ماشي براني وهو اللي بقى يلح عليا باش ندير هاد الحصه وخيرها في وقت انا مريضه. اسم الوقت مليح باش ومن بعد تبدل شويه واجب مع تبدل شويه. انا بلاش باللي اقسم بالله راني بسطر. لا لا ان شاء الله بالشفاء عليك. راني بسطر وراني حامله. على كل حال انت اسمحي لنا راني حامله تعبناك معنا يا مينا. معليش دوك نقول لك واش نديروا لك العقاب تاعك نخرجوك تغرس الشجره ولا زوج. هيا نوض نوض تغدى ومن بعد روح غرس. نروح ديريكت ماشي نوض. تشاهدون هذه الحلقة والحلقات السابقة من هذه حياتي على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج www.facebook.com/هذه حياتي. الو يا حواريو مستر برام ثانكيو تبردينا. ميسو راه شعره مازال. شكون ميسو؟ شكون ميسو؟ القط. وين راه؟ ها في وسارة. كان هو حافظ في الصالون. انا كي كنت داخل نديرو. هنايا كي كنت داخل نديرو. هنايا الصالون. هنايا السانتي. انت تضربي عليه ولا لا؟ السانتي. انا ما نعرفش نعزف. سي بون سي بون العقاب تاعك نخرجوك تغرس الشجره ولا زوج. هيا نوض نوض تغدى ومن بعد روح غرس. نروح ديريكت ماشي نوض. قدم لكم هذا البرنامج برعاية فيليبس. شارك معنا في مسابقة هذه حياتي واربح العديد من الجوائز المقترحة من طرف ممول البرنامج فيليبس. سؤال هذا الأسبوع. هذه اسمه أنا يعمل كلاكسون. شوف أنا جاية حكمة هذا الطريق. انت رايحة هكذا؟ أنا رايحة كيما رانا دركا. أيوه. واحد خرج معايا لهيها جا من الفيراج وباش يدخل لهنا الشركة هذه. هاي وندير كلاكسون. أين تعرضت الشابة يمينة لحادث مرور؟ الاقتراح الأول في عين وسارة. الاقتراح الثاني في عين سبع. الاقتراح الثالث في برواقية. ابعث بالإجابة الصحيحة عن طريق الأسماس إلى رقم التالي 66 016. على الشروق